نهار اليوم تأثرت المملكة بمنخفض جوي وأمطار ورياح قوية. لنعرف تفاصيل أكثر رح ينضم إلينا مدير العمليات بطقس العرب أسامة الطريفي. مساء الخير أسامة. أهلا، مساء الخير مريم. أسامة، مبارح حكينا منخفض جوي مصنف من الدرجة الثانية من خلال صور الأقمار الاصطناعية، وين صار المنخفض؟ أكيد يعني كان مرة مساء الخير إليك ومساء الخير لكل اللي بيحضرونا. أكيد شفنا في فرق كبير بالطقس اليوم مقارن مع الأيام الماضية، خاصة من ناحية البرودة. تأثرنا من منخفض جوي مساء الأمس، شفنا في زخات مطر، زخات برد، حتى صباح اليوم تساقطت بعض الزخات الثلجية في مناطق مختلفة من المملكة، سواء الشمالية وبعض المناطق الوسطى كانت على شكل ثلوج مخلوطة بالأمطار. لكن عموما ذروة هذا المنخفض الجوي من ناحية فعالية جوية تقريبا تحركت، منخفض جوي تحرك نحو الشرق، بالتالي شفنا نوعا ما صارت الأمطار أقل شدة، حتى الرياح بدأت نوعا ما تخف الهبات الشديدة اللي عشناها الليلة الماضية. الهبات وصلت سرعتها من 80 إلى 100 كيلومتر. فحاليا المنخفض الجوي الذي أثر على المملكة تحرك نحو الشرق زي ما احنا شايفين، لكن راح نبقى هاي الليلة وغدا صباحا تحت تأثير بقايا هذا المنخفض الجوي. بضل عندنا بعض شوية أمطار أو بعض الزخات الثلجية غير مؤثرة غالبا، لكن رحيل المنخفض الجوي يترافق بتعمق إضافي للرياح القطبية، مما يعني ازدياد البرودة بشكل كبير الليلة والأيام القليلة القادمة. طب أسامة، عم نحكي عن انتهاء المنخفض اليوم أو بكرة الصبح بما أنه في انجماد، إيش الأجواء حتكون هاي الليلة؟ ليلة باردة، يعني أعتقد الكل بشعر الآن بالبرودة الكبيرة في الأجواء، درجة حرارة متدنية للغاية الليلة القادمة. بس أسامة عم نحكي عن ملموسة درجة تحت الصفر. صحيح، وربما أقل من ذلك طبعا بسبب نشاط الرياح، لكن إجمالا مع مرورنا أكثر بساعات الليل، يعني سواء الليلة القادمة أو حتى صباح الغد، الظواهر الجوية من رياح قوية وأمطار تبدأ تتراجع قليلا أو تدريجيا، لكن تترافق بازدياد في مستويات البرودة، رطوبة عالية، بالتالي نحذر من الضباب على الجبال تحديدا. بطل في عندنا فرصة زي ما حكينا هذه الليلة لبعض الأمطار أو الزخات الثلجية على الجبال العالية، لكن كل ما ندخل أكثر بالليل فرص الأمطار تتراجع، فرص الرياح تخف بعد الهبات الشديدة اللي عشناها، ويبدأ الطقس يعني يصبح أكثر برودة وأكثر استقرارية تدريجيا خاصة يوم الغد. تمام أسامة، بعد انتهاء هذا المنخفض كيف رح يكون الطقس خلال الأيام القادمة؟ احنا تحدثنا يوم الأمس وعبر النشرات يعني المتتالية عن مكوث هذه الكتلة القطبية بالقرب من المملكة بدءا من اليوم وطوال الأسبوع القادم، بالتالي الأيام القادمة راح نشعر أكثر في استقرار بالطقس، خاصة السبت أحد اثنين، لكن مع درجات حرارة متدنية، يعني شوفي مستويات صفرية درجات الحرارة في مناطق عدة من المرتفعات الجبلية. حتى خلال ساعات النهار ما متوقع تزيد الحرارة خلال الثلاث أيام القادمة من 5 إلى 7 درجات مئوية نهارا، بالليل بمجرد مغيب الشمس تنخفض إلى مستويات صفرية. بدنا ندير بالنا الليلة القادمة من الانجماد في بعض المناطق، والليالي التالية من خطر تشكل الصقيع في المناطق الزراعية. فبدنا نشوف زي ما احنا شايفين باللون الأزرق هناك يعني وجود لهذه الكتلة الباردة. درجات الحرارة زي ما احنا شايفين غدا فقط 5 درجات مئوية الحرارة العظمى، بالليل حول الصفر المئوي، وطوال الثلاث أيام القادمة حتى يوم الاثنين أقل من 10 درجات وبالليل حول الصفر المئوي، أجواء جدا باردة وقارصة البرودة. أسامة، احنا بشهر 3 هل هاي البرودة طبيعية؟ احنا بشهر 3 نتعرض، يعني عم نحكي عن درجات حرارة حوالين الصفر. صحيح، احنا بشهر 3 تعرضنا في السابق لتساقط ثلج وحتى لدرجات حراره منخفضه، لكن اجمالا كانت تكون بشكل سريع بتاثر على المملكه، تيجي بيوم يومين ثلاث وتنتهي، لكن احنا اليوم نتحدث عن اسبوع قطبي بدءا من اليوم واطوال الاسبوع القادم، درجات حراره سيبيريه بارده من عمق الشتاء. بالمدى القريب المنظور يعني هو يحتاج الى دراسه، لكن ما اظن مرقت علينا ظروف مشابهه من حيث درجات حراره المنخفضه طوال الاسبوع القادم. بالعاده بشهر 3 بيكون البرد سريع، بيكون في تقلبات على الحراره ما بين ارتفاع وانخفاض، لكن هتستمر بدءا من اليوم وطول الاسبوع القادم بهذه المستويات البارده جدا. الناس ممكن لسه زي ما حكيت امبارح مش متخيله موضوع البرد، لكن راح نشعر اكثر في الايام القادمه. اعتقد هذا الامر بالمدى القريب يعني حسب ذاكرتي ما تكرر في المملكه بشهر 3. اسامه، من الصبح عم نسمع عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن انه الثلج يوم الثلاثاء، قد ايه صح الموضوع؟ هلا ما بنقدر اليوم ننفي موضوع ثلج الثلاثاء صراحه، لانه هو موجود على الخرائط الجويه، ولكن في بعض الامور لازم نكون يعني واضحين في هذا الجميع. في البدايه هاي الهواء البارد، الهواء القطبي، طبعا هو باللون الازرق زي ما احنا شايفين اليوم مساء، يعني هو واصل حتى متعمق في المملكه وواصل شمال السعوديه، بس جميع مناطق المملكه مش مثلا شمال كل المنطقه أو وسط. لا كل المنطقه يعني امتدادا من شرق اوروبا لغايه مناطقنا حتى شمال المملكه العربيه السعوديه العراق تحت تاثير هاي الرياح القطبيه، ونمشي حتى بالايام القادمه طول الفتره القادمه راح نكون تحت تأثير هاي الرياح. لكن لما نشوف اليوم نطلع كيف هذا اللون بلش يظهر هنا أكثر الأزرق، بنشوف أنه الثلاثاء في تعمق إضافي بالرياح القطبية،
في يوم الثلاثاء والأربعاء هناك تعمق إضافي بالرياح القطبية غالبا تحت المراقبة. اليوم في عنا منخفض جوي جديد سيكون يوم الثلاثاء خاصة بعد عصر ومساء الثلاثاء. القراءات الحالية بتشير لأنه مع وجود هذا المنخفض الجوي والعوامل القطبية السابقة رح ترتفع فرص تساقط الثلوج في المملكة في مناطق عدة من المملكة، لكن لسه الوضعية حتى الآن غير ثابت. بس رح يكون في تراكمات؟ لا. هذا السؤال بدري عليه لأنه لسه الوضعية حتى الآن ولا من أي درجة مصنف هذا المنخفض. التصنيف بكرة أو بعده راح يبين. تمام. لكن كقيم ثلجية قيم ثلجية جيدة، لكن في بعض العوامل لسه مش كثير بتشجع لوجود تساقط ثلجي. لكن إجمالا إحنا اليوم نحكي عن هاي الخرائط في ارتفاع واضح لفرص تساقط الثلوج في المملكة يوم الثلاثاء والأربعاء، لكن شو المناطق شو الارتفاعات لسه غير واضح، لأنه إحنا دائما يعني بدي أحكيها باللغة العامية إحنا بنفضل لما تيجينا حالة جوية يكون في معها جبهة هوائية واضحة بيكون فيه طول ثلجي مستمر. هذا الأمر اليوم نوعا ما إحنا بنفتقده في حالة يوم الثلاثاء، فإحنا شوي رغم إن هالقيم ثلجية بتدعم تساقط الثلج في مناطق واسعة من المملكة، لكن حتى الآن موضوع شوي الهطول يحتاج إلى دراسة أكثر، استمرار الهطول، غزارة الهطول الثلجي. لكن اليوم تسأليني مثل الجمعة هل في ثلج يوم الثلاثاء؟ بحكي لك في ارتفاع صراحة بفرص تساقط الثلوج يوم الثلاثاء في مناطق عدة في المملكة. طب أسامة هل تتوقع بما أنه في ثلج يوم الثلاثاء يكون الأربعاء انجماد؟ أنا ما حكيت ثلج، حكيت ارتفاع فرص تساقط الثلج. أنه حيكون في انجماد حيكون يوم الأربعاء الصبح؟ بالغالب نعم، يعني تساقط الثلوج يوم الثلاثاء إن حصل وهو تقيد المتابعة سيتبع موجة من الانجماد والجليد على الطرقات، لأنه درجات حرارة كثير منخفضة زي شفناه بشهر واحد يمكن أبرد على فكرة، درجات حرارة متدنية للغاية خاصة يوم الثلاثاء والأربعاء، نحكي عن درجات حرارة ما دون الصفر بشكل واضح. لكن اليوم إحنا مريان هاي الهواء القطب اللي عم بنراقب يوم الثلاثاء، أي حركة فيه أكثر للغرب أو للشرق راح تتغير النتيجة النهائية اللي بنستناها. لكن اليوم مع تكرار هاي الإشارات في ارتفاع واضح بفرص تساقط الثلج في المملكة يوم الثلاثاء أو منتصف الأسبوع، لكن لسه الأمور فيها بعض المشاكل فبدنا نحط عليها شوية يعني. بس آخر منخفض بشهر ثلاثة. لا لسه. طيب وضع الأمور لسه ندبح واضح في نشاط كمان أكثر إن شاء الله. أسامة قبل ما ننهي شو توصيات الحالة الجوية خلال هاي الأيام القادمة؟ بالبداية يعني يمكن أهم شيء بيكون توصياتنا من موضوع البرد، فبنتعامل مع البرودة بأجواء نتعامل مع موضوع البرد حقيقة بأقصى درجات حيطة والحذر والاستخدام بالوسائل الآمنة وسائل التدفئة. ايضا في يعني الليل برغم انه مش الفرصه كثير عاليه لكن يوجد احتمال تشكل الجليد على بعض الطرقات خاصه الجنوبيه العالي، بدنا ندير بالنا من مخاطر الانزلاق. موضوع يوم الثلاثاء يحتاج الى متابعه ومراقبه، انصح الجميع باستماع لنشرات الطقس بشكل دوري ومستمر لانه لسه الموضوع قيد المتابعه وقيد الدراسه. وبرجع بحكي للجميع اسبوع قطبي بارد جدا ينتظرنا من ناحيه درجات الحراره يجب التعامل معه بحيطه وحذر طوال الاسبوع القادم. شكرا كثير اسامه، وصلنا لنهايه النشره، شكرا لحسن المتابعه، عوده اليك لنا.